السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وتنعاد عليكم الأيام بخير إن شاء الله. النهاردة بقى معانا الوصفة الثالثة من وصفات رمضان، وإن شاء الله الوصفات الجاية كلها وصفات تكون اقتصادية وتنفعكم في الشهر الكريم. عملت معاكم قبل كده وصفتين وهما الفول والفلافل، وكل اللي جربهم عجبتهم جدا جدا الطرق دي. والنهاردة بقى هنعمل مع بعض عجينة السمبوسك، واتمنى برضو انكم تجربوها علشان هي ابسط واسهل طريقة. من شوية دقيق صغيرين هنعمل احلى طبق مقبلات على سفرة عزايم رمضان. يلا بينا نشوف الفيديو للاخر، وان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم باذن الله. وما تنسوش ان انتم كمان تشتركوا في القناة عشان تشوفوا باقي الوصفات الجاية. ان شاء الله هتكون وصفات اقتصادية وكلها تخص بقى شهر رمضان، وهنعمل وصفات سحور وكمان عصاير وحاجات كتيرة جدا جدا ان شاء الله هتفيدكم جدا. وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي اشعار لاي فيديو ان شاء الله هنزله. يلا بينا بقى نشوف المقادير ايه. اول حاجة كده معايا كوبايتين من الدقيق طبعا منخولين، وحطيت عليهم نص معلقة كده صغيرة من الملح وبس كده، وهعجن بمية دافية او ممكن مش مية دافية خالص، ممكن كمان مية من الحنفية عادي، عشان طبعا العجينة مش هحط عليها خميرة خالص، وهعجن فيها كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. نعجن كويس كده تقريبا نعجن 5 دقايق عشان تكون عرق معانا وتكون سهلة في الفرد. بعد ما خلصتها كده زي ما انتوا شايفين هغطيها ترتاح شوية، ترتاح بس 5 دقايق، مش محتاجين ان احنا نخمرها، هي اصلا مفيهاش خميرة، ترتاح بس 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير، وبعد كده بنلاقيها بقت مططية وكونت العرق بتاعها. هنشتغل بقى فيها على طول دلوقتي وهنقطعها. قطعت معايا 6 قطع، هنعملها كور صغيرة بقى كده، بس الأول نعملها كده بالطول علشان نعرف نقطعها قد بعضها. هي قطعت معايا كده 7، هعملهم بقى كور دلوقتي، يعني حاولوا تكون الكور قد بعضها علشان في الآخر تبقى النتيجة مظبوطة. هجيب بقى كده قطاعة أرش عليها شوية دقيق علشان أحط عليها الكور دي. احنا بنعمل الكور دي وبنرصها عشان تكون سهلة علينا في الفرد. هعملهم بقى كلهم كده، خلصتهم خالص. هبدأ بقى بأول واحدة انا حطيتها، هتكون ريحت شوية، وهبتدي ان انا افردها كده على دقيق. انا مش هستخدم نشا خالص في الوصفة دي، في وصفات كتير بيستخدموا فيها نشا بس ما بتكونش حلوة. يعني انا جربت النشا وجربت الدقيق، لقيت ان وصفة الدقيق بتكون طرية وحلوة كده، مش بتكون ناشفة او جامدة. هنفردها كده زي ما انتوا شايفين على الدقيق، هنرش طبعا دقيق فوق وتحت كده ونكتر شوية علشان ما تلزقش معانا، وهناخد اللي بعدها وهنفرد. طبعا علشان ارتاحت شوية فهي في الفرد بتكون سهلة مش صعبة خالص، يعني ما تقلقوش من الفرد، وصفة بسيطة وسهلة وفي دقايق هنكون حضرناها وجهزناها. هفرد بقى معاكم كده 4 في البداية. في المرحلة دي أنا هحط كده عليها شوية من الزيت بالفرشة، بس نكتر شوية الزيت علشان ملزقوش في بعض، وكمان شوية كده من الدقيق على الزيت، وهحط التانية عليها وكمان زيت على الطبقة دي، ورشة برضو من الدقيق، وهحط كمان التالتة، بس نراعي ان احنا نحط زيت كتير علشان تعبنا في الاخر ما يروحش على الفاضي. وهرش شوية كده من الزيت، نكتر يا جماعة كمية الزيت علشان ما نندمش في الاخر ونلاقيهم لزقوا في بعض. كده عملت 3، هنكمل بقى 7. حاولوا ان انتوا ما تزودوش طبقات عن كده، يعني ما تخلوهاش مثلا 9 8 10، ما تخلوهاش الاعداد دي عشان تبقى سهلة معاكم في الفرد، وكمان يكون حجمها مناسب ان انتوا تسووها زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. كده خلاص فردت 7 قطع فوق بعض كده وبين الطبقات، زيت كتير ورشة من الدقيق صغيرة. هفردها بقى على المفرش السيليكون كده، وطبعا تحتها وفوقيها دقيق. هفردها كويس كده بفردة العجين زي ما انتوا شايفين. هحاول ان انا افردها مستطيل علشان الصينية اللي هسويها فيها هتكون مستطيلة. لو هتعمليها في صينية مدورة برضو افرديها مدور، يعني مش هتفرق كتير. جبت بقى أكبر صينية عندي كده
بس في أطراف زيادة، فأنا هحاول إن أنا أتخلص منها بالسكين كده زي ما انتوا شايفين عشان بس تكون سهلة معايا. شايفين هي أطراف بسيطة جدا بتتشال، بقت كده قد الصينية بالظبط، ودول القطع اللي طلعوا معايا. هنا بقى حطيتها على النار، طبعا النار بتكون هادية جدا، سخنت الصينية شوية وبعد كده دهنتها شوية من الزيت وحطيت بقى فيها العجينة. هستنى بقى شوية كده، يدوب أنا مش محتاجة أنها تاخد لون خالص، يعني يدوب كده صفار خفيف من فوق ومن تحت، ونحطها على العين الكبيرة، وأي حتة نحس أنها لسه نية فبندير الصينية عندها تحت النار. يعني شايفين في النص بدأت أنها تستوي، فهي علشان النار مش طايله كل الصينيه، فانا هحاول ان انا احرك الصينيه كده علشان تستوي كلها من جميع النواحي. شايفين وانا بقلبها حتى حاسين بانها مورقه، شايفين الطبقات حتى من واحنا بنقلب بتتشال عن بعضها. خلاص كده اتشمعت من الجنبين، انا مش عايزاها تستوي، انا بس يدوب انا عايزاها تتشمع بس كده عشان تكون ماسكه نفسها وتكون شبه السمبوسك اللي بنشتريها من بره، عجينه السمبوسك، وكمان بتكون شبه عجينة الجلاش بس أحلى بكتير. عجينة الجلاش بتكون ناشفة كده، ويعني طعمها ممكن يكون مش حلو خالص للناس، أكيد في منكم فاهم من قصدي إيه، بس دي بقى ميزتها إنها بتكون طرية كده وجميلة أوي، يعني مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه. شايفين بقى الطبقات، نحاول إن إحنا نقطعها كده مستطيلات طويلة ونحاول نفكها وهي سخنة علشان تتفك معانا بكل سهولة، بس نراعي إن إحنا نفكها بالراحة علشان ما تتقطعش معانا. شايفين طرية جدا 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 وشكلها تحفة وريحتها جميلة قوي، وطلعت معايا كل الكمية دي. أنا طلعتهم بقى كلهم من بعض كده وهي لسه سخنة، هي مش بتكون سخنة ولا حاجة، يعني أنتوا أكيد هتتحملوا الحرارة بتاعتها وهتخرجوها كلها من بعض كده، وبعد كده بتاخدوا منها كمية وبتحشوها. أنا حشيتها لحمة مفرومة، ممكن تحشوها جبنة مشكلة، جبنة موتزاريلا، خضار، أي حاجة تحشوها. ودي لفة السمبوسك المعتادة زي ما انتوا شايفين كده، أنا عملت طبق كده كبير وبعد كده لفيت الجزء اللي فاضل معايا وشلته في الفليزر. هنا الخليط ده عبارة عن معلقة دقيق ومعلقتين مية علشان بس أقفل الطرف الأخير. هعمل بقى كمية كده، بس انا مش محتاجه اصلا في الاكله غير الكميه دي، وتفضل معايا اكتر كمان من الكميه اللي انا عملتها. هلفهم في كيس تلاجه وهدخلهم على الفليزر على طول. هنا سخنت بقى شويه من الزيت علشان احمرهم عادي خالص، مش هنزلهم في الزيت غير لما يكون سخن، وبيتحمروا بيبقى من بره مقرمشين ومن جوه طريه وجميله جدا جدا. شايفين لونها حلو ازاي، مش بتفرق حاجه خالص عن الجاهزه وما خدتش وقت مني خالص، في دقايق معدوده كنت محضره احلى بسبوسه، احلى سمبوسك قصدي. وزي ما انتم شايفين كده طبعا شكلها تحفه، عايزاكم تجربوها وما بتاخدش وقت يا جماعه ولا حاجه خالص. للناس اللي بتقول لسه هنعمل عجينه ولسه هنفرد والكلام ده، لا خالص يا جماعه، جربوها وان شاء الله تعجبكم. وخلاص كده الفيديو بتاعي خلص النهارده، ودمتم في حفظ الله.